السلام عليكم، ازيكم؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم. النهارده بقى زي ما هو واضح في عنوان الفيديو مش هنعمل اسويره ولا اي حاجه. النهارده هوريكم الخامات اللي اشتريتها من قريب، هو كان قبل رمضان على طول، يعني ما نزلتش انا في الجو الحر ده بصراحه مع الصيام يعني. فبصوا بقى، يعني هقول لكم الحاجات والاسعار. دول الحاجات انا اشتريتهم من العتبه، من حاره المزين في العتبه، تمام؟ يعني حاره المزين لو نزلتوا العتبه ورحت حاره المزين، انا عملت لكم فيديو قبل كده برضو خامات قبل كده هتلاقوه برضو في حرف الاي. لو نزلتوا الحاره دي يعني بطول الحاره كلها طول ما انتم ماشيين هتلاقوا محلات خرز وكل حاجه موجوده بصراحه. فبصوا بقى، جبت الخرز اهو اللي زي ده دوت، جبت العقد كده منه ب5 جنيه اهو، تمام؟ جبت منه لونين كده اهو حلو، وجبت كمان خرز اهو لولي برضو بالعقد كده اهو ب5. برضو الاسعار كلها في المكان واحد، يعني كل المحلات بتبيع زي بعض، ممكن تلاقوا اختلافات بسيطة، فانتوا ايه افضلوا لفوا كده ودوروا يعني عشان تاخدوا السعر الانسب ليكم. اهو برضو ده ب5 لوني برضو، واهو برضو تمام ب5 برضو. طيب جبت كمان استك اهو اللي زي ده، جبت دي البقرة دي مقاس 8 اهي، دي ب3 جنيه هناك، وجبت من اللي هو مقاس 6، كان بقالي فترة بدور عليه وما كنتش لاقيه، ما لقيتش منه نفس البقرة الصغيرة اللي انا وريتها لكم دي، يعني ما لقيتش من المقاس ده نفس دي، تمام؟ فجبت ديت، هي دي 100 متر، جبتها ب10 جنيه، وفي حد قال لي ب15 جنيه قبليه يعني، فلما رحت عند واحد تاني لقيته بيقول لي ب10 جنيه. فهتلاقوا الاسعار بتختلف، فاسألوا في كذا مكان زي ما قلت لكم بطول الحارة كلها محلات، اسألوا على السعر هنا وعلى السعر هنا وشوفوا الارخص ليكوا وهاتوا، يعني كل واحد بيدور على الارخص دي عشان من الاخر يعني، ما هو احنا لازم ايه ندور على الاوفر لينا في الاخر. طيب جبت ايه كمان؟ بصوا جبت كمان عقد كده برضو زي ده، الخرز ده برضو لقيت شكله حلو عجبني، ممكن اعمل بيه شغل مختلف. ده برضو كان ب5 جنيه، وده برضو خرز لولي اهو، ده وده اهو بنفس الاسعار برضو، هو ده كان ب7.5 فاداهولي ب5، مش عارف، قال لي خديه ب5 بقى، الراجل طلع كويس معايا تمام. وبرضو قلت اوريكم، انا جبت كيس الحلق اللي هو بتاع الحلقان ده قبل كده، بس ده ما كنتش جايباه المره دي، بس انا جبته من مره يعني قبلها. بصوا جبته في مره قبل كده اللي هي حاجات الحلقان دي اهي، كان ب5 جنيه برضو ماشي، وفي اهو كتير اهو زي ما انتم شايفينه. حلو، يجي بقى للاقفال دي. بصوا بقى الاقفال دي يا جماعه، يعني هي غليت بطريقه غريبه ما اعرفش ليه، يعني انا اول ما فاكره اول ما بدات الشغل ده واشتريت الاقفال دي كنت جايبه كيس كبير كان مليان اقفال كتير وقعد معايا كتير جدا، كان ب 12 جنيه اصلا. دلوقتي بصوا بيدوني 15 واحد الكيس ب 5 جنيه تمام، وفي حد اداني قبل كده قال لي 3 بجنيه، هو 3 بجنيه هتبقى هي نفس ال 5 جنيه صح؟ هيبقوا برضو 15 قفل ب 5 جنيه. معلش يا جماعه عشان انا الحساب عندي بيبقى صعب، يعني كنت بجيب درجات وحشه جدا في الرياضه طول عمري، فعادي يعني استحملوني. فزي ما قلت لكم دول 15 قفل بس ب 5 جنيه بس، حلوين يعني ممكن يقضوا معانا شوية. جبت كمان خرز حلو اهو برضو، برضو الكيس ب5 جنيه، كل الكيس دي ب5 جنيه، يعني هي كلها اسعار واحدة، هتلفوا في كل المحلات هتلاقوا نفس الاسعار، هو بس السعر اللي كان مختلف هو كان الاستيك اللي انا قلت لكم، في حد قال لي ب10 وفي حد كان قايل لي قبليه ب15 تمام، فبس الكياس الخرز دي كلها سعر واحد مفيهاش اي اختلاف. بصوا جميل ازاي اهو، كيس برضو اهو زي ما انتوا شفتوا اهو مليان اهو جميل، بصوا اهو ده ب5 جنيه، وادي اهو كيس تاني، في حاجات لسه بفتحها معاكم، يعني في حاجات اصلا لسه ما استخدمتهاش على فكره، يعني انا قلت اوريكم عشان برضو ايه لو حد حابب ينزل يشتري وعايز يعرف الاسعار وكده يبقى عارف، يعني هي دي الاسعار الحاليه اللي انا اشتريت بيها، واسعار الكياس دي عموما ب5 جنيه، يعني بقالها فتره كل ما بنزل بتبقى نفس الاسعار، ايه ده بس تبقى زي ما هي، تعرفين الحاجه ما بقتش مضمونه اليومين دول اهو. بصوا جميل ازاي، برضو الكيس ب5 جنيه اهو،
برضو كيس كمان زي الذهبي الصغير اللي احنا لسه فاتحينه، برضو الكيس ب5 جنيه. انا بصوا بفتحه وبوريكو شكلهم، بص شكله حلو ازاي وبيلمع ازاي، شكله جميل قوي شايفين. وجبت كمان اهو خرز كريستال اهو، اللي هو الكريستال اللي بيبقى خفيف ده شويه، او اسمه شبه البلاستيك يعني كده، بيبقى حلو يعني مش بيقشر ولا حاجه، بس هو خفيف. في كريستال انتوا عارفينه بيبقى تقيل كده، لا ده مش ده، ده اللي هو زي البلاستيك ده اهو، برضو ايه الكيس منه ب5 جنيه. تمام بصوا حلو قوي اهو، برضو كيس تاني اهو مقاس اكبر برضو بنفس ال5 جنيه. خرزة كانت هتيجي تقع على الارض وكنت هحتاس لحد ما الاقيها، خلاص بيجري محدش بيعرف يلاقيه اهو. بصوا برضو ده ايه الكيس ب5 جنيه اهو، شايفين حلو جدا برضو. يعني لو انتوا مثلا بتشتغلوا عزازات الاستيك وتحبوا تعملوها بالخرز ده، يعني هيعمل معاكوا حبة حلوين اهو. بصوا انا بفتح اهو كله معاكوا اهو، ده لون تاني في لمعة جميلة قوي، لون حلو قوي، بصوا جميل خالص شايفين. بصوا عسل ازاي حلو قوي، بصوا احلى كمان من الاخضر التاني ومن الاحمر، في لمعة حلوة قوي. جبت كمان بقى الخرز ده برضو اللي هو خرز خارج النجف، نوعت برضو الوان شوية، برضو كيس منه ب5 جنيه، كلهم زي ما قلتلكم نفس السعر. بصوا شايفين حلو جدا، بصوا لونه حلو قوي. اهو بصوا كمان اللون التاني معانا جميل خالص ازاي، شايفين ابيض وحلو اهو. طبعا بقى انتوا ايه بتلفوا يعني، روحوا هناك كده ولفوا واختاروا بقى اللي انتوا عاوزينه، يعني هتلاقوا كل ما تشتهي الانفس، يعني كل حاجة زي ما قلتلكوا الحارة مليانة خرز. انتوا مثلا لو بتروحوا بالمترو بتنزلوا محطة مترو العتبة وبتسألوا على حارة المزين، بتروحوا لحد ميدان العتبة او كده وبتسألوا على حارة المزين، يعني الف مين هيدلكم. وزي ما قلتلكوا اول ما تدخلوا الحارة بطول الحارة كلها هتلاقوا المحلات كلها. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك، وتفعلوا خاصية الجرس بقى ولايك وشير كده مع اصحابكم. سلام لحد ما اشوفكم في فيديو جديد.